السلام عليكم افريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد وسلسلة جديدة لطالما أردتموها في القناة يا جماعة الخير. أنا هنا لتنفيذ رغباتكم في هذه القناة، لهذا لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ومشاهدة الفيديو للأخير أفضل دعم أسطوري بالنسبة لي. ولا تنسوا تخلونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات مثل ما شفتوا في عنوان الفيديو وفي الصورة المصغرة للفيديو. مسيرة المحارب الجزائري إسلام سليمانية، مثل ما قلت هذه السلسلة كنتم تريدونها في القناة، لهذا قمت بتصويت في القناة، قلت لكم اختيار مسيرة أحد هؤلاء اللاعبين في فيفا 2022: كيليان مبابي، إسلام سليماني، كريستيانو رونالدو، إسماعيل بن ناصر، ومحمد لامين عمورة. 42% تقريبا نصف الأصوات، 1600 صوت، نصفها كان اختيارهم إسلام سليماني. يلا نوصلوا هذا الفيديو إلى 10,000 لايك، نقدر، نعم 10,000 لايك. أوكي يا جماعة، ربما سنبدأ بثوث مباشرة في منصة نيمو تي في، وربما بداية من الشهر المقبل، شهر سبتمبر أكيد. المهم رابط حسابي في نيمو تي في في أول تعليق ولا في الديسكريبشن، ولا تجدونه هنا. دعوني لا أطليكم، يلا بنا get started يا حبيبي. أوكي، مهنة جديدة، استخدم التشكيلة الحالية، مهنة لاعب، اختيار لاعب حقيقي، برتغال أكيد، يلا سبورتينغ لشبونة، إسلام سليماني، وين إسلام سليماني، الريت 75 يا جماعة، الرقم 9، يلا ليتس جو. أوكي، مدة الشوط خلوها 4 دقائق، مستوى الصعوبة خلوه أسطوري، العملة خلوها يورو. أوكي، فيما يخص سن إسلام سليماني، سنبدأ من سنه الحقيقي، ثم في فيفا 23 إذا شفت دعم أسطوري لهذه السلسلة وأيضا دعم في قناة نيمو يا جماعة الخير، سأقوم بتصغير سن إسلام سليماني. أوكي، لن نقوم بحفظ في مكان مسيرة أبو فلة، لعيونكم يا جماعة. أوكي، سنبدأ كبديل يا جماعة، مثل ما تشاهدون يحصل سبورتينغ لشبونة على صفقة جديدة، اللاعب إسلام سليماني هو الأحدث في تشكيلة وهو الإضافة الواعدة لتشكيلة سبورتينغ الأساسية هذا العام، مع تصويب جميع العيون إليه. من السهل أن تتساءل إن كان هداف البالغ من العمر 33 سنة يستطيع تقديم ما هو متوقع منه. بدأ مدرب سبورتينغ حديثه قائلا: ليس لدي شك أن إسلام سليماني يملك المهارات للمنافسة في الفريق، وأضاف: سأعتمد على قدرته في التأقلم مع باقي أعضاء الفريق. أوكي يا جماعة، راح نبرهن للمدرب أن إسلام سليماني قوي ومحارب جزائري. نخلو ماهر في ركلات الحرة، يلا محاكاة الكل، تقدم، يلا تقدم، عندنا مباراة ضد إشبيلية يا جماعة. أوكي، محاكاة الكل لكي نصبح أساسيين في هذه المباراة. السلام أساسي إسلام سليماني، نخلو لاعب ممتاز جدا إن شاء الله في سن 33. يلا ليتس جو. مشاهدي كرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين سبورتينغ لشبونة واشبيليا، كأس الدولية الاوروبية، مباراة ودية. ماذا يطلبه مدرب لشبونة من سليماني؟ يلا، تحقيق معدل نجاح المراوغات لا يقل 35%، استحواذ لا يقل 55%، وتقديم 7. يلا ليتس جو، بداية المباراة. سليماني، سليماني سدد، يا الله فقيد نوعا ما إسلام سليمان، ولكنه يبقى مهاجم كتب اسمه بأحرف من ذهب، تسديده وقال، والهدف، وكامبوس يسجل الهدف الأول لإشبيليا. هذولي الحمد لله الحارس. الهدف الثاني، يلا يلا، نظرة جيدة، قيد 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 إسلام، لم نقم بأي تسديدة يا جماعة. بما أن إسلام سليماني ثقيل، أحس أنا ثقيل، ونهاية المباراة 2-0. أوكي يا جماعة، طلبنا الانتقال، راح ننتظر قليلا. عندنا مباراة ضد الميلان الآن، محتلين المركز الأخير، نادي القلب يا جماعة ميلان. هذه تشكيلة سبورتينغ، هذه تشكيلة الميلان، ليتس جو. سليماني ضد إبرايموفيتش. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، مرحبا بكم في مباراة اليوم بين الميلان وسبورتينغ لشبونة. ماذا يطلبه مدرب لشبونة من سليماني في مباراة اليوم؟
تقييم 7، تحقيق معدل مراوغات لا تقل عن 35%، أو تحقيق ما لا يقل عن هدف أو تمريرة حاسمة. يلا بسم الله، بداية المباراة بأقدام زلاطان. يلا سليماني يا والله ثقيل جدا. الهدف الأول للميلان. يلا فرصة سليماني، سدد سليماني الحارس. أول تسديدة في الفيديو يا جماعة. كيسيل الحمد لله. حذاري إبراهيموفيتش. ولادة. ونهاية الشوط الأول 2-0 للميلان. يلا سليماني مسجل، وهذه هدية لكل من قال بأنه لاعب غير ممتاز. يا سلام سليماني، سوبر إسلام سليماني. شوف طلب الكرة محلاه، شوف ريو الكرة مزهاه في الجول شابها. يا سلام كورة الحمد لله بعيدة. كورة سليماني يا يو. وقائم هدف أكيد زلاتان يسجل أكيد. ونهاية المباراة 3-1، خسرنا يا جماعة الخير خسارتين متتاليتين. أوكي الحمد لله نفذنا كل مهام المدرب، وضعوني في قائمة الإعارة، أريد الانتقال وليس إعارة. يلا اليوم مباراة ضد أرسنال، هل سأكون أساسي؟ نعم أساسي في مباراة اليوم. ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. مشاهدي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأرسنال الإنجليزي على ملعب الأولترا فورد. يلا لنرى ماذا يطلبه المدرب من إسلام سليماني. تقييم 7، تحقيق معدل استغلال الفرص لا يقل عن 50%، وتحقيق معدل استحواذ الفريق لا يقل عن 55%. بسم الله، بداية المباراة بأقدام بيبي. سليماني أول محاولة من سليماني يا جماعة. هداي الحمد لله الحارس. سليمانية سليمانية والدبل كيك. دبل كيك ولا دبل كيك. يلا سدد. هي تسديدة سليماني سيئة، راح نعدل على طريقة التدريب يا جماعة. اوكي طلب انتقال الى هذا النادي، نرفض العرض. يلا طلبت انسحابي من طلب الاعارة او طلب الانتقال، لكن المدرب رفضه. يعني المشاكل ايضا في اللعبة. اوكي العديد من الاندية ترغب في ضم اسلام سليماني على سبيل الاعارة، ولكن راح نرفض يا جماعة. اوكي بداية الدوري يا جماعة الخير، الدوري البرتغالي اساسي في مباراة اليوم ضد هذا النادي. يلا ليتس جيت ستارتد يا حبيبي. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في اولى جوله الدوري البرتغالي، مباراه اليوم بين سبورتينغ لشبونه واف سي فيزيلا. ماذا يطلبه مدرب لشبونه من اسلام سليماني في ظل الظروف في ظل المشاكل؟ تقييم 8.5، استحواذ لا يقل عن 60%، ومراوغات لا تقل عن 50%. بسم الله بدايه المباراه وبدايه الدوري يا جماعه. حذاري الحمد لله الحارس. حذاري الحارس مرة أخرى، الدفاع السيء. سليماني جول.
شوف تمام الاسلام سليماني يا سلام خطف الكوره وفي الزاويه الصعبه وحاس. واخيرا يا جماعه الخير التدريب بدا ينفع مع اسلام سليماني يلا يوسع يا الله. اوه الحمد لله الحارس جدد الحمد لله الحارس يا رب ما يسجل هالسجل ما نهاية الشوط الاول. يلا جول لا اريد ان اصرخ يا جماعه ولكن هذا العالمي سوبر سليماني مرر راح هذه كورتي. يلا سليماني يا الله ونهاية المباراة الحمد لله ثنائية اسلام سليماني في الدقيقة 14 وفي الدقيقة 71 يا سلام سوبر سليماني يا سلام سليماني يتلقى التهاني من قبل زملائه في النادي. هذه هي إحصائية اسلام سليماني في هذه المباراة تسديدتين على المرمى هدفين. وكيف استحواذ الفريق لم ننفذه ولكن مهمة المراوغات والتقييم اديناها بشكل جيد وحصلنا على افضل لاعب في هذه المباراة. اوكي محتلين المركز الاول بثلاث نقاط جيد جدا. اوكي يسجل سليماني هدفين في فوز الذي حققه سبورتينغ على فيزيلا. كان اسلام سليماني في مستوى فائق مع فريقه سبورتينغ بتسجيل هدفين قاد فريقه الى تحقيق الفوز بنتيجة 2-1. التدريب يجدي نفع مع اسلام سليماني يا جماعة. اوكي محتلين المركز الثالث بثلاث نقاط منصفة مع بورتو بنفيكا وباشتوش فريرا. جانا عرض من هذا النادير ولكن راح نرفض يا جماعة. اوكي في المباراة المقبلة ستكون كلاسيكو البرتغال يا جماعة بين براغا وسبورتينغ لشبونة. طبعا الكلاسيكو بين بورتو وسبورتينغ لشبونة يعني. وايضا نادي براغا من افضل الاندية في البرتغال. اذا الى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم صراحة ان الفيديو كان في البداية سيء ولكن مع النهاية اسطوري فعلا من السوبر اسلام سليماني يا جماعة. شكرا لمشاهدة الفيديو الاخير. شكرا لمن ضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. اعطونا اراكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. ولا تنسوا نوصلوا هذا الفيديو لاكثر من 10,000 لايك. اوكي رابط حسابي على النيمو يا جماعة الخير. دعمونا يا جماعة الخير. احسبوا في اول تعليق ولا في صندوق ولا هنا. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.